راح اتغدى مع عبد الوهاب قال له يا بهاء كل تلات تيجي هنا تقعد تكلمني اللغه اللي انتوا بتكتبوها، انا عايز افهم انتوا بتقولوا ايه. ودي عبقريه عبد الوهاب، عشان كده اسمه موسيقار الاجيال. عشان كده موسيقار الاجيال، عبقريه عبد الوهاب. عبد الوهاب ما وقفش عند فكره انا كنت بقعد مع شوقي، انا كنت بقعد مع الرفعي، انا كنت بقعد مع المنفلوطي، لا. طب خلينا نتكلم برضو عن شروط بيجي مننا عبد الحليم حافظ. لا عبد الحليم حافظ قصه ثانيه خالص. يعني كلمني بقى عن الصحافه في حياه عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ لازم نتفق الاول على حاجه مهمه قوي، ان هو ابن محمد عبد الوهاب اللي علمه كل حاجه. يعني علمه مدرسه العلاقات العامه، علمه اهميه الصحافه في حياته. عبد الحليم حافظ على فكره من الحاجات الشهيره لما كان يصحى من النوم كان يسال يقول ايه؟ مين اتصل بيه؟ فيقولوا له محمود عوض، كامل البيطار، مفيد فوزي، فيقول لهم كلموني احمد عبدون وكلموني استاذ بصري ما اتصلش بيك. ما انا عايز اعرف ما اتصلش بيه. اللي اتصل هيتصل. يعني ده توقف هيتصل ليه؟ اللي اتصلوا. طب انا عندي صوره لعبد الحليم حافظ، بس نشوف صوره له دلوقتي على الشاشه مع الكاتب الكبير الاستاذ صلاح منتصر، ربنا يديله الصحه. يعني العلاقه والصوره دي والعلاقه ما بين عبد الحليم وصلاح منتصر. لا هي علاقه، بص عبد الحليم كان صديق لكل صحفيين المرحله، ما عندوش مش واقف على حد. صلاح منتصر، احمد رجب، مصطفى امين، علي امين، سام عبد القدوس، عبد الحليم يوميا كان يروح على روزا يوسف. الاستاذ بيكتب جوه مقاله هو قاعد في السكرتاريه. عبد الحليم قاعد في السكرتاريه؟ طبعا. كل نجوم مصر كانوا بيقعدوا ينتظروا احسان عبد القدوس لما يخلص مقاله. ست سعاد حسني، استاذ صلاح ابو سيف، كل دول كانوا يقعدوا في روزا يوسف ينتظروا احسان عبد القدوس لما يخلص مقاله. طبعا صوره ثانيه عبد الحليم مع المصور الصحفي فاروق ابراهيم. طبعا عبد الحليم ادرك من البدايه اهميه فاروق ابراهيم. فاروق ابراهيم كان يرافقه في كل مكان في العالم. ده مهم؟ طبعا. ما ليه بعد الفريق يقول لك انا عايز حياتي الخاصه، حياتي الخاصه؟ لا لا يا راجل، ده فاروق ابراهيم ده حصلت معركه ما بين الست ام كلثوم وما بين عبد الحليم على فاروق ابراهيم. بمعنى انه كان مصور عبقري ومصور صحفي حقيقي، ومنح عبد الحليم منحه ارشيف صحفي فوق الخيال. يعني عبد الحليم فاروق ابراهيم ده صور عبد الحليم في كل انحاء العالم، صوره في حياته الخاصه، صوره في غرفه العمليات، صوروا. يعني فكره اللي بيحصل النهارده على السوشيال ميديا، ان انا شفت مثلا احمد سعد كان عند دكتور السنان بيتصور وهو بينظف سنانه، ده كان موجود من زمان. لا بس ما كانش كده يعني. لا ده بينظف سنانه ده ما كانش كده. ليه بسبب انه ساعتها كان بيحلق ده؟ لا ده لا 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 استنى، انا عايز الحكايه عشان دي مهمه. طب خلينا بقى في الملف السياسي والصحفي. طب نروح بقى شماء ونرجع بعد كده بسرعه على طول على الزيجات الفنيه التي نشرت وزيجات فنيه اخرى ما تعرفش عنها حاجه، زي زيجة مثلا الفنانه الكبيره شاديه مع مصطفى امين. شيماء انا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا بس بتكلم على اللي بيدخل في حياه اي حد بدون اي تعليق، يعني هم بشر برضه، كل واحد حر، هم لهم حياتهم الخاصه زي ما احنا لنا حياتنا الخاصه. زي ما بنحبش حد يتدخل في حياتنا برضه ما حدش يتدخل في حياتهم. وبعدين في حاجات برضه بتبقى صعبه، يعني مثلا في حاله عزا اللي حصل لشيرين وقالت مش عارفه اصول برضه مصممين طب ليه كده؟ هم حرين بقى، يعني كل واحد حر. بشكرك. وجهه نظري ان هم بشر. انت يعني ناس عاديين وما بنحبش حد يتدخل في حياتنا. انت كقارئه ما تبقيش شغوفه تشوفي شيرين عبد الوهاب في وفاه والدها ومين من الفنانين موجودين؟ ماشي اي حد في وفاه والده منهار هشوف ايه؟ يعني صوت ام كلثوم مثلا او اي مطرب وهو على سجيته بيشرب من الطبق بيشرب الحاجات دي كلها، انت ما تبقيش شغوفه تشوف اللقطات دي؟ لا هقول لحضرتك على حاجه، هو احنا بشر ما بنغلطش؟ وده مش غلط. كناس عاديين ده مثلا بس هم مش زيك يا شيماء، يعني كلام بيوتي شيماء. شيماء انت احنا مبقاش عندنا موقف، مش عايزين مثلا مش عايزين يعني عادي، انا شايف ان ده عادي، ده حياتهم. دي حياتهم. بشكرك جدا. حياتهم. تفتكر في ناس كتير بتفكر نفس الراي ده ولا احنا كلنا بدائل؟ انا بس عايز اقول لك على حاجه، ان النجوم النجوم ما بيقولوش دي حياتنا على فكره، النجوم عايزين حاجه تتنشر على فكره. ست ام كلثوم انا بقول لك كده ان هي مثلا عامله
هي بتبقى في بيبقى عارف امتى هنشر وامتى مش هنشر، يعني بتبقى محدده طب مواعيد ومقاييس. عشان هو بيجي بسرعه ما ينفعش اقفل يعني ده الجزء الاول من هذه الملفات مع ضيف الكريم الاستاذ هشام يحيى. خلينا نتكلم برضو عن سعاد حسني وصلاح جاهين. يعني البعض بيقول ان اكتئاب صلاح جاهين هو اللي ادى لاكتئاب سعاد حسني، علاقه